تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أعلنت الدكتورة مريم عدبي الجلاهما رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرة تنظيم مملكة البحرين لمؤتمر المنام الصحي بالتنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل. وأوضحت الجلاهما أن المؤتمر يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في المملكة والتعاون الوثيق الذي يربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدة باهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ارتقاء القطاع الطبي في المملكة بما ينعكس على المواطنين والمقيمين. وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ممثلي عن الشركتين المنظمتين للمؤتمر، وهما Education Plus من مملكة البحرين وSpine Medical من جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت الجلاهما أن المؤتمر سيشهد مشاركة أطباء وخبراء من البحرين ومصر وأوروبا ودول آسيوية، مما يسهم في ترجمة الأهداف لتحقيق كامل الاستفادة الطبية. من جانبه أكد سعادة العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف رئيس مؤتمر الهندسة الطبية في مصر وممثل عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي أن التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية سيكون له إسهامات عديدة عبر تنظيم مؤتمر المنام الصحي، مبينا أن تبادل الخبرات في مختلف المجالات الطبية بين البلدين الشقيقين يعم بالفائدة على المواطنين والمقيمين في البلدين.